بعد صدمة غاز تندرة، كبرانات الجزائر يتهمون المغرب بالاستيلاء على الأنبوب المغاربي. أطلق كبرانات الجزائر أبواقهم على المغرب متهمين إياهم باستيلاء على أنبوب الغاز المغاربي الذي كلف إنشاؤه ميزانية التجارة الشرقية 1.8 مليار دولار. ولم يعد بإمكان العسكر الجزائري غير اتهام المغرب بالاستيلاء على الجزء العابر من الأنبوب للأراضي المغربية بعدما تقرر إعادة استخدامه لاستغلال الغاز المسال من حقل تندارة. وإذا انكشفت محدودية رؤية حكام الجزائر وافتقادهم للحكمة والتبصر مقابل اتخاذ قرارات فجائية وانفعالية، فإن هؤلاء الحكام كانوا يمنون أنفسهم بأن يصبح الجزء العابر من الأنبوب للمملكة خردة بعد قرار توقيف مرور الغاز عبره منذ فتح نوفمبر الماضي. وأصاب المغرب النظام العسكري بالجنون وهم يرون كيف انقلبت الأمور لصالح المملكة التي اتفقت مع شركة ساوند البريطانية لاستغلال غاز حقل تندارة جنوب وجدة وتسخيره لإنتاج الطاقة الكهربائية على مدى 10 أعوام.